أحيت المرنمة ميرفت الأشقر أمسياتها الفصحية في كنيستي العذراء الناصرية في الصويفية وكنيسة مار إلياس بمنطقة مرج الحمام بحضور جموع من المؤمنين. إلى المزيد. على درب الصليب المقدس سارت قلوب المؤمنين في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصويفية مع ترانيم الآلام التي أحيتها المرنمة ميرفت الأشقر القادمة من ناصرة السيد المسيح في أمسية ترانيم وصلاة نظمها مكتب فضائية نورسات في الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان بالتعاون مع الأب أنطون هريمات راعي الكنيسة. المرحلة الأولى لنتأمل يسوع محكوماً عليه بالموت. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. نحبك يزيد أدمعي. وعلى مدار 14 مرحلة لآلام وصلب السيد المسيح رنمت الأشقر مع مؤمني الكنيسة وجموع الحاضرين لإحياء الجمعة الأخيرة من صلاة درب الصليب وهي الجمعة الخامسة من الصوم الأربعيني المقدس. وبعد الأمسية وختام الصلاة شكر راعي الكنيسة الأب هريمات المرنمة الأشقر على إحيائها لمراحل درب الصليب بصوتها العذب برفقة العازف نزار الخاطر وشكر أيضا فضائية نورسات على تغطيتها ومشاركتها لكل نشاطات وفعاليات الكنيسة. وبكلمات مليئة بالمحبة والعرفان عبرت الأشقر في حديثها لنورسات عن غبطتها لمشاركتها جموع المؤمنين في الأردن هذه الأمسية المميزة وشكرت بامتنان نورسات الأردن والقائمين عليها ورعية العذراء الناصرية وراعيها. أؤمن بأن كل أرض هي مقدسة منذ اللحظة التي فيها الكلمة صار بشراً وحل فينا وسكن بيننا، فكم بالحري إذا كنت أنا هذه الفتاة المتواضعة الآتية من الناصرة، فمن الناصرة إلى الأردن تحية محبة وسلام وأمل ورجاء. رسالتي بأن نتذكر دائماً بأن حياة المسيحي لا تتوقف عند الصليب والآلام والجلجلة والجمعة العظيمة، فهناك فرح ونور القيامة والرجاء لأن إلهنا حي حقاً. أنت مجهود جريح ليس فيك من شفاء. وتحت رعاية الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن أحيت المرنمة ميرفت الأشقر أمسية فصحية في كنيسة مار إلياس للروم الملكيين الكاثوليك بمنطقة مرج الحمام بحضور عدد من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية المختلفة والأخوات الراهبات وجموع من المؤمنين. يسوع يحمل الصليب، من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي. اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمردين. وقدمت الأشقر برفقة العازف نزار الخاطر باقة من التراتيل الفصحية
من وحي المناسبة.